أنا صفية بالباسي من عنبتا، بشتغل بطول كرم بالهلال الأحمر، مسعفة ميدانية. إلي 17 سنة بشتغل بهاي المهنة. حبيت إني أنا أخطو خطوة إنه يمكن هي ما بعرف هي الأولى أو مش الأولى، إنه أنا أخذ ساكة إسعاف بفلسطين وأمارس الشغل على أرض الواقع. لقيت خوف كثير من زملائي، من اللي حوالي، من أهلي أكثر إشي، من أمي بالذات. تعرف كيف نظرة الأم للبنت، ومن ناحية عاطفية أكثر. في مهنتنا بثقوا بالشباب أكثر، لأنه ما في بنات، كوني أنا أول واحدة، يعني أنا بمارس المهنة عملياً على أرض الواقع. بس بعد ما جربتها بعتقد إنهم يثقوا أكثر أكثر، يعني إذا لأنها عن جد في وقتنا الحالي وفي الفترات الأخيرة المرأة أثبتت وجودها بكل إشي. حلو تعيش مع حب الناس وتواضعهم وإنهم يقدروك ويحترموك، هذا دافع لإلك إنك أنت تمارس أكثر شغلك بحب وانطلاق، مش كأنه ما تنظر للوقت إنك 17 سنة إنه خلاص زكت وما زكتش. بالعكس، بس تلاقي بني آدمين يحبوك ويقدروك كأنك أنت هسه متوظف، كأنك أنت ماخذ يعني أكبر جائزة في الدنيا. عن جد هي حب الناس وتواضعهم، وهم الناس بيقدروك وبيشكروك على أنت اللي بتكون فيه.